عملت برنامج صحي كذا مرة وفشل فقررت توقف. فت بعلاقة كذا مرة كذا خطبة أو كذا علاقة زواج وما تستمر فيئست من موضوع الزواج وأتكست على موضوع الزواج كليا. حاولنا نتعلم لغة مرة واثنين وثلاثة وما قلعنا وفشلنا فقررنا نوقف. رسالة اليوم: اوعى توقف محاولة، إياك أن تستسلم. رب العالمين علمنا لا أبرح حتى أبلغ. طب إذا ما وصلت حتى أبلغ مجمع البحرين، طب إذا ما وصلت أو أمضي حقوبة، ححاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة وبالآخر حأوصل. ما تحط براسك أنا فاشل ما حيمشي بحالي ما حيمشي حالي، لا أنت مش فاشل، وإنما التجربة اللي أنت عملتها مش فشلت. حط قاعدة براسك: أنا ما بفشل، أنا يا أما بنجح أو مش بفشل أو بتعلم. عم نتعلم من العلاقات، عم نتعلم من التجارب، عم نتعلم إنه إذا عملت واحد اثنين ثلاثة حأوصل لحيط مسدود، لازم أنقي طريق تاني. اوعى تستسلم وتعلم من حالك من لما كنت صغير. لما كنت صغير كذا مرة حاولت تمشي وقعت، لو استسلمت بوقتها لهلأ ما مشيت، وقعت مرة واثنين فوق المئة مرة وقعت بالآخر قدرت تمشي بدون ما توقع. نفس الشيء إذا تتعلم السباحة، أول ما نزلت غرقت تيجي تبعد عن المي، لا بدك تتعلم مرة واثنين وثلاثة لحتى تقدر تتعلم السباحة. أي شيء بدك تتعلمه، أي علاقة بدك تفوت فيها ممكن تفشل أو ما ينكتب لها النجاح. ما يعني أنت مواصفاتك مش مواصفات الطرف الآخر ومواصفاته مش مواصفاتك، ما مشي حال مرة واثنين وثلاثة بالآخر ممكن رب العالمين يكرمك بعلاقة تنبسط فيها كتير. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أمنا خديجة رضي الله عنها كان هو الزوج رقم ثلاثة، مع ذلك كان أفضل الأزواج لخديجة رضي الله عنها. حط قاعدة براسك بكل حياتك: إياك أن تستسلم، إياك أن تتوقف عن المحاولة، وإياك أنت أيضا الاثنين ما توقف أبدا عن المحاولة. الله يكتب لكم النجاح بالدنيا والآخرة.